تعالوا إلي وأنا أريحكم. أي مشاكل، حتى لما تحصل لك مشكلة كلم الصخرة، ما تضربش الصخرة، الصخرة هي المسيح. لما تحصل لك مشكلة ما تغيرش دينك وتسيب مسيحك، كلمه، قل له المشكلة صعبة والوجيعة شديدة يا رب، قل له مش قادر احتمل، مد ايدك اعمل انت فيا، ساعدني، وانا واثق انه هيستجيب. لكن تضرب الصخرة مرتين، يعني تطعنه مرة تانية وتقول له خلاص انا مش عايزك، لا، تبقى انت ضيعت نفسك ومش هتدخل ارض الميعاد ولا تخلص. هل اخفي عن ابراهيم ما انا فعله؟ وابراهيم يكون أمة كبيرة وقوية، أمة كبيرة وقوية. مع العلم إبراهيم لسه مراته عاقر، لسه ما جابتش الولد، لسه الولد ما جاش، لكن بيقول ما يحدث، لأن الماضي والحاضر والمستقبل كائن أمام الله ويتبارك به. يبقى كإسرائيل اللي هي أمة إبراهيم، أمة إبراهيم هتكون أمة كبيرة وهتكون قوية. طيب، وبالنسبة للأمم، يتبارك به جميع أمم الأرض، به، مش بهم، مش بإسرائيل، لكن باللي خارج من إسرائيل، بالشخص اللي هو في نسلك، تتبارك جميع، مش في أنسالك، في نسلك، يعني واحد هيخرج من نسلك تتبارك في جميع قبائل الأرض. مين ده؟ تلاقي في بداية إنجيل متى، كتاب المسيح يسوع ابن داود ابن إبراهيم، وإبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزرح، وهكذا نمشي لغاية ما نوصل ليوسف رجل مريم العذراء. لأني عرفته، وكلمة عرفته يعني دخلت في شركة معه، هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك، يدخلوا في شركة معاك، لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب. دي عمل كل واحد من أولاد المسيح. أبويا يعلمني طريق الخلاص، وأنا أعلم ابني طريق الخلاص، وابني يعلم ابنه طريق الخلاص، ودي مسؤولية علينا. زي ما قبلت الخلاص أعلمه لأولادي، ورثوا أولادكم خلاص الرب. صدقني لو ورثتوا أولادكم مخافة الرب وما سبتلهمش في العالم ولا مليم، هيعيشوا وربنا هيقف بجوارهم وهيبقوا مبسوطين وهيبقوا مأمنين من ربنا. لكن لو ما ورثتش أولادك مخافة الرب وسبت لهم ملايين الملايين من الميراث، هيكون سبب هلاكهم وسبب ضياعهم. عشان كده، لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب. حلوة طريق، أنا هو الطريق والحق والحياة. بيعجبني سفر أعمال الرسل لما القديس لوقا بيقول إن شاول الطرسوسي خد رسائل من حنان ورؤساء الكهنة وراح دمشق، رايح إيه؟ لكي يقبض على الذين يسلكون في هذا الطريق. طريق مين؟ طريق المسيح، ليسلكون في هذا الطريق. والكتاب يقول لك فظهر له الرب في الطريق، انت دخلت الطريق برجليك وانا اصطدتك، وبدل ما تكون عدو ليا هتبقى خادم ليا. ده عمل النعمة المتجه لينا يا احبائي. عشان كده، لكي يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا. البر هو المسيح، والعدل هو اللي قدمه المسيح. إحنا عشان الله يقبلنا لازم نسدد الديون، فجاء البر، المسيح برنا، وبعدين قدم العدل، فأصبحنا في المسيح يسوع مبررين. إذا كان مات لأجل خطايانا فأقيم لأجل تبريرنا. لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به، كلمة بما تكلم به إن عن المسيح
هيجي من نسله.